السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. زي ما انتوا شايفين اليوم معانا المجدرة بالرز، المجدرة الفلسطيني ولكن بنكهة مصرية. دمجنا بين الكشري والمجدرة وطلعنا أطيب وصفة إن شاء الله. تابعوني، المقادير أمامكم، إن شاء الله تنال إعجابكم الوصفة. معي كوب ونصف من العدس لكمية كافية من المي. تستغربوا ما غسلت العدس، لأنه عادة بيكون كم من حبة من العدس غير جيدة، لهيك أول ما نضيف العدس على الماء المغلي رح تطلع على الوجه بتكون غير جيدة، منشيلها بكون العدس هيك معانا كل حبات نضيفة ما فيها أي مشكلة. كمان رح ننتقل للدقن. زي ما حكينا رح نعمل مجدرة على كشري، وأهم خطوة في الكشري المصري هي صلصة البندورة. زي ما انتم شايفين المقادير مكتوبة، ولكن عندي كمون، ثوم مهروس وكزبرة، وكذلك أنواع الشطة المختلفة. رح أعمل صلصة بندورة تنفع كمان للكبسة، للمحبين الكبسة، وتكون رح أعملها تكون حارة شوي. رح أضيف الثوم مع شوية زيت، أضيف بابريكا، أضيف شطة طبعا حسب الرغبة، وأضيف كمان رب البندورة. أحمسهم كمان وأحمس معهم البهارات حتى تطلع نكهة البهارات، بعدين أضيف البندورة. مبشور البندورة موجود عندكم، أو أنا استخدمت علبتين جاهزات من البندورة، طبعا نعمتهم ورح أضيفهم للخليط حتى يتسبكوا تماما معي. ممكن نضيفوا إضافات تانية اللي هي الخل، رح أضيفوا عصير الليمون حتى النكهة تطلعوها زي ما أنتم بتحبوا. أنا أضفت الخل، كذلك أضفت قليل من الكاتشب اللي هي أيضا في قليل من الخل، وكذلك السكر. رح أعدل النكهة كلها بعصير نصف ليمونة. سبك معانا تقريبا بعد ربع ساعة 10 دقائق، الكمية كبيرة. رح أخذ جزء للكشري والباقي رح أضبه في مرتبان يكون جاهز معاي في أي وقت، وحتى تحتفظوا فيها فترة أطول حتى بدون ثلاجة، مباشرة على مرتبان معقم بالمي السخن زي ما كنا نعمل بالمربيات. رح أقلبه على الغطاء لمدة 5 دقائق، هيك بضمن إنه الصلصة تقعد فترة طويلة بدون ثلاجة بدون خراب. ولما بدي إياها بستخدم بفتحها على الثلاجة لمدة شهر. ننتقل لدقة الكشري الثاني لاستخدام الخل والماء الساخن مع الكزبرة والثوم. زي ما انتم شايفين مقادير كاس من الماء الدافئ، نصف كاس من الخل الأبيض. للأسف راح نستخدم الخل الأبيض، بكون أفضل طعمه من الخل التفاح. وراح استخدم كمان الثوم والكزبرة والكمون المطحون. بهيك بتكون معاي جاهزة. راح أضيف طبعا الملح ونضعها على جنب حتى تقديم الكشري. الأهم تستخدم ماء دافئ حتى تطلع نكهة الثوم والبهارات. جربتها حسيتها ناقصة عصير ليمون، وكذلك أضفت القليل من الماء. الرغوة بلشت تطلع زي ما انتوا شايفين، هيك بتكون معاي جاهزة. أتركها على جنب حتى تقديم الكشري. ننتقل للمرحلة اللي بعدها. راح أقطع البصل وأضيف عليه زيت الزيتون، هاي الإضافة الفلسطينية بما أنه إحنا بنحب زيت الزيتون كتير. وبعدين رح نبدأ في تحضير الرز. زي ما ذكرت رح أدمج بين الطريقتين. في البداية رح أحمص الشعرية وأضيف الرز، وكذلك أضيف العدس اللي سلقناه، وأطبخ الرز بمية العدس اللي سلقناه لكلها فوائد، خصوصي للناس اللي عندها ضعف دم بنصحهم باستهلاك العدس خصوصي الكامل. زي ما أنتوا شايفين رح أطبخ الرز عادي، بعدين نفس الوقت أبلش أحضر للبصل. بهيك أثناء رح أحضر المعكرونة اللي رح أضيفها على الكشري. يا يعني بتستخدموا سباجيتي طويل أو تستخدموا حبة قصيرة المتوفر عندكم واللي أنتوا بتحبوه. وكذلك الحمص، إذا كان عندكم ما في متوفر معلبات ممكن تسلكوا من البداية فيكون عندكم الحمص جاهز، والصلصة كذلك، والمعكرونة اللي انتوا بتحبوا ترغبوا تضيفوها على الكشري. الرز بيتطبخ على النار، وبنفس الوقت رح أبلش أحضر البصل. أضفت 2 كوب من زيت الزيتون للبصل الموجود عندي. بعد ما يطبخ الرز والعدس على الطريقة الفلسطينية بنكون عاملين بصل مع زيت زيتون، وبنضيف الكمية عادة على الرز بعد ما يستوي، لهيك رح أدمج بيناتهم. جزء من البصل رح يكون للزينة، والجزء الباقي مع الزيت رح ينضاف على الرز والعدس.
زي ما انتوا شايفين تقريبا الرز استوى معاي، بس حبيت اعمل ثقوب حتى اتاكد انه كل الرز استوى بطريقه جيده زي ما انتوا شايفين حبتها. بعدين اضيف البصل، ولتسريع عمليه انه البصل ياخذ معاي لون ويستوي ما اضفت الملح من البدايه. راح اكمل البصل مع الزيت طبعا على حراره وسط، ما تكون عاليه حتى ما زيت الزيتون يفقد كثير من قيمته الغذائيه. وبعدين راح اشيل جزء من البصل للزينه والباقي راح اضيفهم على الرز والعدس. هاي الطريقه الفلسطينيه حتى كلهم ياخذوا نكهه بعض، وكمان اللون الموجود في البصل ينزل على حبه الرز حتى ما تضلها لونها تكون ابيض. هيك طريقتنا سواء كانت في الرز او البرغل، هاي الطريقة الفلسطينية زي ما حكيت دمجت بين الطريقتين. ممكن تخففوا درجة لون البصل حسب ما انتوا بتحبوا، ولكن انا بحبه يكون مكرمل ويعطي لون خصوصي للرز مع العدس. هيك حوايجنا جاهزة، بقي علينا نقدم المجدرة او الكشري في صحن التقديم. وبهيك بتكون وصفة الكشري المجدرة جهزت. دمجنا بين الطريقتين، احتفظنا بفوائد العدس وكذلك نكهة البصل، كلها موجودة في الزيت الزيتون اللي دخل مع الرز والعدس. ان شاء الله تكون عجبتكم، وان عجبتكم وكنتوا اول مرة بتزوروا قناتي ياريت تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. نراكم في وصفات قادمة بإذن الله، فلسطينية وغير فلسطينية، وحلويات إن شاء الله تنال إعجابكم. نراكم قريبا بإذن الله.